أول مرة من شهر أكل خبز. حمزة أوقف شوي أنا الصحافة. خلاص استنى دقيقة هذا الصحافة بس قدامك. لا لا ما أكبر لازم ما أكبر. قعدنا مرميين ولا شرب ولا ايش ولا حدا مدور علينا. اول مره ناكل الخبز. كنا ناكل اكل الدواب. اول مره جيت اكل خبز الابيض. جينا من الجوع والقله جينا على الجنوب عشان ناكل ونشرب زي الناس زي العالم. اللي في الشمال كنا ناكل اكل الدواب والحمير. الله يعزك كل حاجه كنا ناكل. المي المالح كنا نشربها ما فيش حاجه غير. لا اكل ولا شرب يما. الصغار ماتوا الكبار ما شليت. الصغار بدي اكل. هذه الطحين بتلف الحاره عشان تاخذها بتلف كل الحاره ولازم تكون دين عليك وتسدها. هذه اذا جبتها ولقيتها عند الجيران ولا تلف حاره وحاره لما تجيبها. حتى لو لقيتها بتلاقيش تخبزها ولو ما تلاقيش الميه ما فيش ميه. عارف من وين بنجيب ميه؟ بنمشي كيلوات بنشوف وين في مجرايه عتيقه وين في هذا نصفيها. الاولاد تعبوا النسوان تعبوا وكلهم بتمنوا الموت. احنا الموت ارحمنا من اللي احنا فيه. يا يخلصونا يا بنموت يا بنخلص. يخلصونا كل يوم بتعب كل يوم شهداء كل يوم اصابات كل يوم قصف كل يوم من دار لدار. احنا 50 مره تهجرنا من دارنا واحنا ما لناش اصلا دار. اليوم له ابني شهيد شهر وست ايام عشان يروح على الكويت يجيب طحين لاولاد اخوه. اليوم ابني اليوم يقعد صار له 40 يوم. وقبل ثلاث ايام ابني الكبير اتصاوب برضه عند النابلسي عشان يجيب طحين لاولاده. اخذت الاولاد وطلعت فيهم يا عمي بكفي ما ضلش. اخذت الاولاد وطلعت فيهم ايش بدي اعمل؟ عمهم مات كمان يموتوا الاولاد. شفنا الناس اللي بتيجي يعني من حد ما تشوف تقول خبز ابيض وبتصيح وبتشكر في بجد. قلنا حنظلنا احنا مستمرين لاخر يوم. الناس بطل فيه نزوح حنظلنا يعني مستمرين هذا العمل ان شاء الله لاخر يوم. يجي اي واحد من الشمال حنكون موجودين هنستقبلهم وبنقدم لهم خبز احنا وبنقدم لهم ميه. واجهنا شفنا كثير مواقف يعني مواقف بتقتل القلب لسكان الشمال. ملهوفين ومش مصدقين انهم شافوا الخبز. فكروا انقطع مش بس بالشمال بالدنيا من الدنيا كلها.